مرحبا بكم من جديد في قانون الصحة العامة. سنتحدث اليوم عن الصحة المهنية في هذا الفصل، وهي محاضرة قصيرة نوعا ما. مفهوم السلامة والصحة المهنية. السلامة والصحة المهنية مصطلحان يتقابلان ويجتمعان في قانون واحد ومفهوم منفصل بمفاهيم منفصلة. السلامة المهنية غير عن الصحة المهنية. السلامة بوجه عام هي العلم الذي يسعى لحماية الإنسان وتجنيب الإنسان المخاطر في أي مجال، ومنع الخسائر في الأرواح والممتلكات ما أمكن ذلك. والسلامة المهنية أو الصحة المهنية هي العلم الذي يهتم بالحفاظ على سلامة وصحة الإنسان من المخاطر التي قد يتعرض لها بسبب أداء العمل في مكان العمل. إذن الصحة المهنية هي العلم الذي يهتم بالحفاظ على سلامة وصحة الإنسان من المخاطر التي ممكن أن يتعرض لها بسبب أداء العمل، وللحفاظ على هذا الإنسان يجب توفير بيئة عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث أو الأمراض المهنية. أو بمفهوم آخر، هي مجموعة من النظم والقواعد في إطار تشريعي خاص يهدف إلى الحفاظ على الإنسان والممتلكات من خطر الإصابة أو التلف وتحافظ على أعلى درجة من اكتمال الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية للعمال في المصانع في جميع المهن، ووقاية هؤلاء العمال من التأثيرات الصحية الضارة التي من الممكن أن يتسبب ظروف العمل بها، وحماية هؤلاء العمال أثناء استخدام المواد التصنيعية هنا من الأخطار الناجمة عن العوامل التي تضر بصحتهم نتيجة التعرض لهذه المخاطر، وتعيين العمال في بيئة مهنية ملائمة لاحتياجاتهم البدنية والعقلية. يعني يجب أن يكون العامل في مكان مناسب له حسب قدراته الفنية والعقلية والبدنية، والمحافظة على هذا الوضع وجعل العمل ملائم للإنسان. هذا هو مفهوم السلامة والصحة المهنية بالشكل العام. بمعنى آخر، تشتمل السلامة والصحة على اكتمال الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية للعمال، وليس فقط الخلو من المرض أو العجز. مادة 31 في سلسلة القانون، الموافقة على مزاولة الأعمال والحرف. ممنوع مزاولة، يحظر مزاولة، يمنع مزاولة أي عمل أو أي مهنة أو أي حرفة لها أثر على الصحة العامة أو صحة البيئة إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة خطية من وزارة الصحة. مادة 32، السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل. وزارة الصحة تضع بالتنسيق مع الجهات المعنية الشروط اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل. طبعا هنا وزارة العمل بتتدخل، اللي هي الجهات المعنية، هي وزارة جديدة دخلت علينا على الخط. بالنسبة للسلامة والصحة المهنية تتدخل هنا مع وزارة الصحة وزارة العمل، وآلية التفتيش المتوافق عليها أو المتواصل عليها. مادة 33، حظر الترخيص دون الحصول على موافقة الوزارة. وزارة الصحة طبعا هنا لا يجوز ترخيص أي منشأة من المنشآت الصناعية أو العمالية التي يعمل بها الناس قبل الحصول على موافقة الوزارة وإذن الوزارة بممارسة هذه المهنة في هذه المنشأة طبقا للقانون وطبقا للمواصفة وطبقا للشروط والبروتوكولات الصحية الخاصة بالعمل والعمال. مادة 34، الشروط الصحية للعاملين والفحوصات الطبية الخاصة بالعاملين. تقوم وزارة الصحة بالتنسيق مع جهات الاختصاص في وزارة التموين، وزارة عفوا العمل، بالتالي تحديد الشروط الصحية الواجب توفرها في العاملين. يعني العامل هنا عشان يشتغل يجب أن يتوافق مع شروط صحية معينة تضعها الوزارة في مهن أو حرف أو صناعات يمكن أن يؤثر على صحة هذا العامل. يعني غير منطقي أنه إحنا نشغل إنسان عنده مشكلة في جهازه التنفسي على الصدر في أماكن عمل يكثر بها الغبار والروائح الكريهة أو مسببات الأمراض التي ممكن أن تضاعف من حالته الصحية. إذن وضع العامل في المكان المناسب
هنا مهم. تحديد أنواع الفحوصات الطبية الأولية والفحوصات الطبية الوقائية الدورية اللازمة للعاملين في المصانع في تلك المهن وفي المشاغل أو الحرف أو الصناعات بمختلف أشكالها وأنواعها. هنا تحدد الوزارة أنواع الفحوصات الطبية الدورية التي يجب على العاملين وأرباب العمل وأصحاب العمل القيام بها لضمان صحة وسلامة هؤلاء العمال. إعداد قائمة بالأمراض المهنية. هناك أمراض مهنية خاصة، قائمة خاصة بها في وزارة الصحة ووزارة العمل، يجب عدم تجاهلها والانصياع لكل التعليمات والإرشادات التي تأتي بهذا الخصوص. المادة 35 تكلفة الفحوصات الطبية. كما هناك في باب الأغذية كما رأينا في المحاضرة السابقة، تتحمل كل منشأة عمالية أو كل منشأة هنا تشغل الناس ويوجد بها عمال، تتحمل تكلفة الفحوصات الأولية الدورية المحددة من وزارات التي تجري للعاملين فيها. الوزارات طبعا وزارة الصحة ووزارة العمل، كل وزارة ممكن لها شروط، وهذه الفحوصات التي تجري للعاملين في المنشأة طبعا هان تتحمل المنشأة وصاحب المنشأة هذه الفحوصات، وليست من شأن العامل هذه التكلفة. شكرا.